ابوك ما بيحبش المرمطه، ابوك واخد على الراحه والرحرح، ياكل وينام، يشرب ويخش الحمام ينام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. صلى على النبي، نكسر الصلاة على النبي. صلى الله عليه وسلم. النهارده عاوزين نقعد بلبس الزمالك، شفتوا ماتش الزمالك النهارده؟ استنى اجيب بالونه. لا ما تجيبيش بالونه، يلا يلا عشان تاكل. النهارده بقى مزودين ملوخيه ورز، وكان عندنا لحمه كده وذره. هي البالونه دي انت كسبتها. طب خلاص حطيها دلوقتي. قطعتها. هات العيش ادي لاخوتك. فين العيش؟ اهو. خد 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 يا سي. يلا يلا يا سلمى. يلا يا سلوكا. يلا يا سلمى. لا ما هو العيش كتير اهو. لا انا كمان هعمل الاثنين عشان المكان. ماشي يلا. بسم الله كده يلا كل. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا شطور، هم شافوه. خلاص طب ما هم شافوه المره اللي فاتت. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا يا سي. سيف سيف. انتوا بقيتوا بخله معانا في الليل خالص. طب ماشي ما تبدلش الدنيا كلها. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص سلمى انا حطيت لك وقلبت لك. انا في كرشه فيلك واللحمه بتاعت البيت على الكرشه قدامك اهي اهو. عاوز عيش قدامك برضه من الكرشه دي. خد انت الكرشه. طب ما تخلق كل اللي قدامك وخلاص. اكل مخيه، اكل مخيه ده اول اختار كله. كويس. لحمه مين؟ اكل راس انا. ايوه كل ما بقى. ولا اعمل نفسي ايه؟ تولع في نفسها ولا تعمل في نفسها ايه؟ تولع في نفسي؟ هتولع انت كلي. اولع نفسي. لا ولا لا. لا. حرام. الشعب محتاجك. ايه؟ الشعب المصري محتاجك. ايه؟ ده اول. تعالي يا حبيبي. تعالي الزعمالك. ما دي مش هنا فين. الو الو. استنى يا سمير استنى. في المطبخ. الله. المعان. جماعة حد يشوف لي الولاعة. جماعة حد يشوف لي ولاعة. شوف لي الولاعة. شوف لي ولاعة. يلا يلا بس خلاص بقى عشان ايه؟ امسح. انت ايه بتعمله ده؟ يا عم ده ايه بتقطع ايدك؟ انت بتمزحها ولا عايز تشيل ايدك خالص؟ يلا سموا كده ويلا بينا. بص في حاجة قبل ما انسى بس عشان ايه؟ ما انساش افتكرت دلوقتي عشان بقالي كام يوم عاوز اقول لك وبنسى. بصي يا بنتي ما انساش بس. تعالي يا سلمى. فين احنا بنفتح؟ ما ناكل ونفتح طيب. عشان ما انساش والله عشان انا بقالي كمان عاوز اقول لك وناس وبنسى. يعني جت على الفطار؟ معلش. لا اله الا الله. بس احنا مش هنعمل عملية رئيسية. ايه؟ مش هنعمل عملية رئيسية بعد العيد. ليه؟ مش هنعمل. شباب الدلو والقرف اللي احنا شفناه في سيف. انا سامع الناس بتقول ايه؟ قلت كفايه بهدله والقرف اللي احنا شفناه في سيف وكده كده يا سيدي ايه؟ عزيم كبير هيستحمل شويه على سيف. والله يستحمل ايه؟ انت بتتكلم جد ولا بتهزر انت؟ ايه بهزر فيه؟ ايه؟ عمليه ايه مش هنعملها؟ كل بس كل. انا بقول بص عشان بعد الايه؟ بعد الصوت فكريني. قلت يا ست خد. اكل نفسي. كل احنا كل. تفتكر البهدله اللي احنا شفناها في صفر؟ البهدله يعني العشره دي عمليه ليه يعني؟ واخواته والشحططه. طب خد. ولو كنا عارفين ناكل لقمه في حاجه خاصه. انت اهم حاجه الكرش. كرش؟ وسلمى كانت مغلبه الدنيا مش عايزه تاكل، مش عايزه تاكل غير وانت جنبها. ويعرفوا غير ولا بيروح مدرسه ولا بيروح حته.
خلاص عشان ما ايه عشان ما نقعدش نضايق بعضينا بعد الفطار نتكلم. لا كده مع انه كده كده مش فطار هو كده كده الاكل بتاع امبارح انت زودت شويه ملوخيه. مش فطار ازاي مش بتاكله؟ بناكله يعني في الايام العاديه كل يوم اكل مختلف. النهارده اكل بقاله 3 ايام باكله. اطبخي يا جارية كلف يا سيدي. عايز الجارية تطبخ جلف. هو دلوقتي انت ما عملتش اكل جديد عشان التكلفة؟ ده حاجة جديدة. هرمي لك الاكل دوت واعمل لك. طب وانت عاملة كمية كبيرة ليه؟ طب كل بس انت ما تطلعليش من حاجة تخشي بحاجة تانية. انا عايز شيبسي. بس انت بتقولي نفطر الاول، حد بدأ عليا افطار يعني. الحمد لله رضا. الحمد لله يا رب. في الايام العاديه اللي من الصيام كل يوم تعملي اكل مختلف، النهارده بتاكلي اكل بقالي 3 ايام. معلش. وعاوزه كمان تروحي تعملي عمليه للواد، اما انت قاعده وبتاكلي اكل بقالي 3 ايام. يلا ماشي. بس ما بقتش توجعك يا ياسين؟ ايه؟ توجعك؟ لما باجي بقى من الحمام بتوجع. ربنا يسهل يا ياسين. ربنا ايه؟ خلي لك في الاجازه بقى مش بعد العيد، في الاجازه الكبيره. رأيك؟ ها؟ أنا في الأجازة الكبيرة؟ كل يوم رأيك أنت تاكل وتسكت أحسن. بتوجعه لما بيجي يعمل حمام. هو فين الأكل عشان إيه؟ يلا ماشي. الحمد لله. الحمد لله. البنت الصغيرة بتقول لك أهو قدامك. حقيقة مش فاهمة. الحمد لله. هو يا ياسين ما كل شويه يقول لنا جنبي بيوجعني جنبي ما بعرفش اعمل حمام ما بيعرفش يعمل حمام هما بيوجع على طول. انا كنت عايز افضل اعملها مش عايز يعملها خوف. انا عيب يعني البدله احنا كنا فيها في صفر. ما تتبهدل. ايه يعني مشكله تتبهدل يعني ولاد يخاف. شايفه العيال كانت متبهدله ازاي؟ ما نتبهدل والواد يخف يعني ايه المشكله يعني؟ انا قلت عايز تعيش في راحه على طول؟ امال ايه؟ لا احنا ما كناش مبهدلين على فكره. عايز يعيش في راحه على طول. ايه؟ مش كده يا سمير؟ احنا ما كناش مبهدلين احنا كنا قاعدين عادي. ما كانش في حاجه كان عادي. هو انت كنت قاعد قدام الكمبيوتر وما لكش دعوه بالدنيا فيها ايه؟ لا ومش كمان مش جنب الكمبيوتر. لما تطلع انت وديش اسمه استاذ واسمه لولا لغايه السمبوطه تعمل امك قال لي لا انا اجيب عاد قول اجيب بتاع كلكم دلوقتي بقيتوا عليا انا؟ هو راجل واحنا عند تيتا يعني دلوقتي كلكم طلع لكم بق وبقيتوا تتكلموا يعني ما حدش فيكم اتكلم دلوقتي يعني استنى بس استنى ما حدش فيكم اتكلم وقال بناكل كرش بقالنا 3 ايام ها؟ الحمد لله انا معلماهم يحمدوا ربنا على اي حاجه ياكلوها. هو طالما الاكل محطوط ومفيش حاجه الحمد لله. هو تجي قدام واساسا فيها ايه يعني لما نتمرمط شويه على بعض عشان ياسين يخاف لما كل شويه جنبه ويرجع. والبت بتقول لك ايه الاكل قدامك. كلكم بقيت عيلته دلوقتي ما شاء الله. خيزوم الشبشب يا ولاد الكلب. لا مش خيزوم الشبشب على فكره. كل يا سمير كل. نتمرمط شويه ابوك ما بيحبش المرمطه. ابوك واخد على الراحه والرحرح ياكل وينام يشرب يخش الحمايه ينام كده. هو واخد على الراحه مش عايز يتعب نفسه ما بيحبش التعب. اعطيني رايح وجاي المستشفى. انت يا ابوك خلاص 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 انا عندي حل حلو يعني. انا اللي اقعد بيك يا عم امك تقعد هنا وانا اللي اقعد بيك. اقعد خلاص ايه ده هتسيب شغلك؟ شغلك انت طفحان فيه الدم هتسيبه؟ ازاي يا ده بتاخد اجازه بالعافيه. ايش بالك؟ احنا قاعدين ناكل
قوم يا ما شاء الله الله اكبر هيرشا ها ونعمل ايه كده قصي انا مش شاطر غير في القصي عشان انت معايا لازم اقص حلوه صدقت انت كنت حاجه؟ الواد بص ماليش نفس عشان بقاله 3 ايام باكل الحمد لله. لا هو مش هو شبه الحمد لله. يلا اسكت بقى عشان نصور خلاص بقى الفيديو كله باظ. خلصت. هنعمل ايه يا الجنه؟ معلش مش عارفه مين هيروح الجنه. خلينا ساكتين بقى عشان ناكل. لا اله الا الله. خلصت. هيبقى صيام. وخلصت رز. استني خد شويه رز معايا. انا مش شايفه عايزه رز تاني؟ لا شويه رز اهم دمتي خلصيهم بقى هديك حاجه حلوه. اهو. لا تاكلوا دول هديك شويه هديك حاجه حلوه. انت حاجات الطبق كله ملوخيه سمين كله كله بقى هاكله. ما تاخدش عيش خلص الرز الاول. خد عمال يحط الاكل ولا دريان هو بيحط ولا بيعمل ايه؟ خلاص لحد كل. طريقته كنت مشغله. حد قال لك يا ست ما تشغليش. ستة بيضة دي. لا اله الا الله. هذا عارف ايه كمان؟ الاكل ده هتسحروا بيه. لا ده اللي ناقص. هتشوف هتسحروا بيه بالليل. تقبوا يعني. الباذنجان ده بقى قد ايه؟ الباذنجان ده بقى له اسبوعين. بتاكل منه ولا بتاكلش؟ الحمد لله رضا. عملت شطرة بس كل يوم انا تعبانة في عمالي الفطار وانت تعمل معايا السحور عم الفطار اللي عملتيه هو الاكل اللي موجود سخنتيه خلص عارف الراجل اللي ما يقدرش تعب مراته ما يستاهلش يعيش معايا انا مقدر اهو ماما ما عشان انا يا سمير ما تتكلمش بقى ما تتكلمش عشان امك كده هتخبط وهتخلي يومها النهارده حلو اسكت ما حلو عشان انت قاعد اهو ما شاء الله. نعم. هنشغل بقى ولا مش هنشغل؟ شغلي ايه؟ شغلي احنا كده. انت خلصت الاكل على فكره مش نازل حاجه النهارده كده. جوع كافر. انا اكلت عشان جعان. ما انت ما شاء الله مش ساكت وبتاكل برضه. خلاص استنى ما الملوخيه قدامك اهي. لا ابدا. طب كل اجيب لك تاني. انا راجل نفسي حلوه. نفسي حلوه والله. سيبي يا بنتي هدومي. يلا مش مشكلة يلا الحمد لله الحمد لله على كل شيء لازم نحمد ربنا على السراء والضراء عشان كده انا حمدك يا رب الحمد لله عشان كده الحمد ربنا على السراء والضراء ما بتاكلش لحمة ليا يا سيدي كل الجبال يا رب كويس انا راضي انا راضي انا راضي بقضاء الله الحمد لله انت اكلت؟ خلاص كده الحمد لله مفيش فيديو ينزل النهارده كل يا ابني كل مش هنزل الفيديو اقفل الكاميرا يا سيدي تقفل الكاميرا ليه؟ مش هنزل فيديو خلاص لا يا حبيبتي هو انا ما اعمل فيكي مقلب مش عاوزه تنزليه ده مقلب ان شاء الله الحمد لله انا اكلت وبسطت وكلت ده مقلب انا قلت اعوذ بالله على السقاله والرخام والمقالب الزفت مقالب زفت؟ ياه ولا ليه اي لازمه طب قولوا لا طب وحياه انما انت كنت قاعده مكلضمه انا والله متضايقه طول النهار اصلا ست الزمالك خد يا سلمى تعالى كل حته لحمه خد يا سلمى احط غطا مش كمان خد يا سيف خد يا سيف خد يا سيف في ضره تاكل ضره تاكل ضره يا ولاد على فكره هي كده بتحبطني مخليني ما اعملش فيها لا انا خلت خلاص مش هاكل بتحبطني مش عاوزين اعمل فيها مقلب تاني بس والله العظيم انا المقلب عجبني ده هي كانت قاعده ساعه عماله تغلي في نفسها عمي روحك ولا مقلب ولا وجع دماغ مقلب اللي بتعمله على الفطار واحنا قاعدين نفطر انت اصلا مش ساكت عمال تاكل اصل عاملين لنا مش عارف ايه صايم صايم وجعان احنا كلنا صايمين انت صايمه وقاعده في البيت انا صايم صايم يا كداب انا صايمه بقى والاكل كله في مناخيري بقى الاكل بقى في مناخيرك على فكره يا جماعه انا اصلا صاحب المقوله او الحركه اللي هو ما يحبش اكل يترمي ونعمل اكل جديد بجد والله بس برضك مش كرشه ثلاث ايام يعني مقلب ايه ده كرشه ثلاث ايام يا عشان بتحب الكرش بابا انت عملت له ملوخيه ورز بابا انت مقلبك ضعيفه قوي ماما بتعمل مقالب
على فكرة عليا النعمة، أنا لو قمت ولعت فيها حتى هتقول قلبي ضعيف، عشان أنت أساسا كده كده لو إيه حصل مش عاجبك مقلب، أنت خايف من أمك. خاف ليه يعني؟ أه خايف، هو هيقول مقلب أنا حلو. أصل أنت ما مش فاكر المقلب لما سمير لما سيد في الامتحان دخل عليك بسرعة. مش فاكر المقلب لما اسمه ده لما ستات دخلوا على الماء وضربوها وهي في الشقة وانت اتخضيت كل ما قالك وقالت لك وقلت لها كان فين سمير ولا شيء. طب ما تساعدوني شويه زي ما بتساعدوها في المقالب، انتوا ما بتشموش. انتوا ما بتقولناش تعالوا اعمل سيف لو قلت تعالى نعمل في ماما مقلب والله العظيم قول له السلام عليكم ماما بابا يعمل مقلب ويقعد يهلل بابا هات ميه ماما نفسك مقلب وماما جالت موقف على الكرسي والبت دي استنى سلمى دي فضحيه بقى. البت دي بقى اللي غزتني ساعه مقلب ايه؟ يعني انت كنت بتعمل مقلب دلوقتي؟ اه بس استنى شمياء مين؟ استنى بذمه وديني انت ما اتضايقتي؟ شمياء شو 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 خد يا حبيبي طب استنى انا متضايق اصلا طب خلاص يا ست خلاص يلا يلا ايه رايكم في المقلب؟ اكتبوا لي في الكومنتات ما تنسوش اللايك. اعوذ بالله انا عامل الفيديو دوت الفيديو بتاع المقلب دوت يبقى احسن فيديو عشان ايه هي تتضايق اكتر من كده. هي بتقول لي انت ما بتعرفش تعمل فيها مقالب. نعم. فانا عاوزكم توروا لي التفاعل على الفيديو دوت عشان تعرفوا ان انا بعرف اعمل فيها مقالب. واستنوا مني مقلب جديد ان شاء الله بس بعد العيد بقى. بعد العيد ليه؟ انت تصبر بس في رمضان اهو. انت عملت مقلب؟ رمضان. استلقي وعدك مني بقى. انا ما رضيتش اعمل مقلب في رمضان. على فكرة انا امبارح كنت هعمل مقلب. استني بس انا ما رضيتش. مقلب والله العظيم ما رضيت. طب استنى ما رضيتش اهرس عليك عشان ما تدوش من على الاكل واحنا في رمضان. هيبقى ذنبك في رقبتي. والله انا كنت سايبها كنت هروح ارمي لك الرز كده واروح ماشي. ما انت ترمي لي طبق الرز عشان هتمسك الحله جوه وتاخد بالكبشه. استنى تقعد انت بتعتقد انا برضه يلا انا برضه مشغله في المقلب يلا اللي هو كان بيعمله ده وعمال ياكل. اقعدي بقى يا سلمى هتقعي يا حبيبتي هتقعي اقعدي يلا يا رب. عملت مقلب في ماما بكره. استنى يا استنى بكره خليه بعد بكره. استنى يا عم انت مش عارف الايام خالص. يلا يا رب كل فيديو عجبكم سيبوا في الاشتراك واللايك. يلا قولوا رايكم في الكومنتات بقى الفيديو عامل المقلب عامل ايه فيه. اه قولوا في المقلب عامل ايه. طب والله المقلب حلو حلوه قوي. صدقت لو كسفتني يا باشا جوه شوي. يلا يلا سلام عليكم. يلا سلام عليكم. سلام سلام.